طيب هاي هلو ايفري ون هاو تو ميك ا ديمو فور ذا فيرست تايم اف يو فريش جرادويت لو انت لسه متخرج جديد من اي كليه وعايز تبقى تيتشر ولو ما عندكش اكسبيرينس اباوت هاو تو ميك ا ديمو ان فرونت اوف جروب بيبل مش عارف تعمل اي ديمو ازاي قدام مجموعه من الناس. طيب هي في مدارس بتتقسم لو هتتقدم في مدرسه لانجوج او برايفت او مدرسه انترناشونال فعادي ان انت كلهم اصلا لو انت تعمل انجلش ده طالبين انت تتكلم انجلش بس مش تتكلم عربي ده خالص انساه يعني تماما. لو انت عارف اي اكسبريشن او اي تعبير بالعربي خلاص بوت ان ذا باسكت وانساه. كل حاجه عندك لازم تبقى عارفها بالانجلش مفيش ولا اي حاجه خالص بالعربي ولا حتى اي حاجه خالص انت درستها بالعربي تنساها خالص تماما كله بالانجلش حتى الديفينيشن اباوت ذا جرامر فوكاب ايفرثينج ان انجلش. دي في الثلاث مدارس برايفت اللي هي خاصه ولانجويج لغات وانترناشونال بيبقوا طالبين ان الانجليش تيتشر بالذات لازم يتكلم كل حاجه انجليش. طب في تيبس 6 تيبس بالنسبه لي انا ساعدتني كتير جدا عشان انا اقف قدام جروب مجموعه من الناس لاول مره وابقى مش مرتبكه ولا خايفه ان انا اعمل ديمو حتى لو هغلط. اول حاجه واللي انا برجحها تماما يعني انت تبقى حاططها في دماغك be ready for rejected يعني انت هتترفض هتترفض داخل انا داخل مرفوض فايتس اوكي okay. مفيش اي مشكله عندي بالنسبه لي ان انا ادخل ابقى مرفوض. ليه؟ لان انت لما تحط ده في دماغك التوتر بتاعك هيقل يعني لان انت لو انت داخل وعايز تتقبل بشده وه يعني خلاص هيحصل لك هتتلط وتتوتر فحط في دماغك ان انت خلاص كده كده مرفوض فمش مهم مش مهم اي حاجه انت هتدخل تأدي كل حاجه وتعمل الديمو ده كويس جدا وحتى لو اترفضت اتس اوكي مش مشكله. طيب يبقى فيرست ستيب بي ريدي فور ريجكتد. سكند ستيب ان انت تبقى ويل بريبيرد يعني محضر الدرس ده كويس جدا في البيت. طب ازاي ان انت تحضره؟ تبقى مجهز مثلا عندك اللي هي النوت بوك بتاعتك دي دفتر التحضير بتاعك تبقى محضره الدرس اللي انت هتتكلم عنه سواء جرامر ستوري فوكاب اي حاجه انت عايزها في قسم يعني في التقسيمات بتاعه الانجليش تبقى مجهزها وحاططها في البيت. بس عامه الاغلب حاجه ممكن تبقى جرامر او فوناتكس بيطلبوا حاجه من الاثنين اما جرامر او درس فوناتكس او فوكاب دي اشهر حاجه بيطلبوها. طيب عامة in the first of all السبورة أو البورد بتاعتك بتتقسم 3 sections أول حاجة for vocab تاني حاجة for grammar تالت حاجة for examples. طيب هو عامة في teacher بيقسموا الدرس ازاي ان انت بتقسم grammar بيبقى في حصة كلها والvocab بيبقى في حصة تانية يعني الvocab بالdefinition مثلا أو pictures وبعد كده الايه الديفينيشن والاكزامبلز بتاعته. هنا لو جرامر يبقى الاكسرسايز اللي هي الاكزامبلز الاول بعد كده اللي هي الثري ويز اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف النيجاتيف والكويشن وبعد كده الاكزامبلز ولو عندك اي اكسرسايز بتكتبها هنا. اوكي دي الطريقتين اللي احنا عامه كل المدارس بتحبها او اللي انا عن تجربتي دخلت اتقبلت بيها هي دي الطريقه دي. فهي كده يبقى تقسم 3 سيكشنز بلس الديت. الديت بتكتب حاجتين طبعا من الشمال كل حاجه فروم شمال اليمين اوكي from left to right مش العكس. طيب هنا بتكتب اول حاجه كابيتال هي اول حرف دايما بيبقى كابيتال لونج ديت اللي هو طبعا بيكتب اليوم والشهر ومعاه التاريخ وكل حاجات بس هنا بتبقى المختصر اللي هو 3/5/2019 او 3/5/2019. طيب دي عن الديت الادرس هتكتب بقى مثلا هتكتب هنا ستوري او جرامر او وات ايفر تكتب بقى الادرس بتاعك. لو هتكتب جرامر بريزنت سيمبل اتس اوكي future symbol whatever او story او مثلا superland page number 2 or 3 او whatever ماشي. بتكتب هنا الادرس بتاعك ودايما يبقى مختصر. وهنا لو هتكتب vocab هتبدأ تكتب vocab تشرح الفوكاب بتاعتك بال pictures بس لو عندهم سمارت بورد دي بتبقى سهلة بالنسبة لك جدا انت محضر معاك ال USB بتاعتك عليها كل حاجة انت عاملها يعني مثلا عندك كلمات cat dog whatever بتجيب الصور بتاعتها already. لو ما عندكش لازم برضو تعملها printed وتجيب لهم الماتيريالز لان هما بيحبوا جدا الماتيريالز لما يشوفوها معاك يعني انت لو دخلت كده انت تيتشر مهمل مش بتحب تشتغل ولا تعمل اي حاجة. بس لو دخلت حتى لو درس بسيط وجايب معاك colors و paper foam وحاجات وفيها الوان و colors وكده هتبقى حاجة ان انت واو فعلا وجميلة جدا بتلفت النظر بتبقى شيك وتحفة. طيب هنا انا بحاول اتكلم بسرعة عشان اقدر يعني يبقى مختصر في الوقت وكده. طيب تاني احنا قلنا تاني حاجة خلاص. طيب تالت حاجة copying from other teachers يعني ايه copying from other teacher يعني يا ريت ما تفكرش خالص ان انت الشخص اللي بيعمل الديمو ده فكر كأنك انت
ده يعني another teacher مدرس تاني مشهور وناجح جدا. ففي الغالب انت لو انت هتحضر اي ديمو مثلا انجلش مع ساينس whatever بتجيب النيتيف ده يعني native people او native teachers محضر درس عن اللي انت عايزه. مثلا هتكتب present simple جيب present simple grammar lessons وتشوف هو شرح على البورد ازاي وتقلده بالظبط. لو انت قلدته بالظبط بنفس الطريقة بالظبط صدقني هتتقبل ومحدش يقولك يعني تقلد كل الوردز اللي قالها تقلد كل الديفينيشن اللي عملها كل الاكسرسايز اللي عملها. ده بيخليهم يقولوا واو انت فعلا professional person حتى لو انت اصلا في الحقيقة مش كده. فدي بتساعد ان انت تعمل اي like a good impression بتسيب good impression جدا لو انت عملت كده. فاوريدي انت مش يعني ما تفكرش في نفسك هات ناس عملت ونجحت وحضرين دروس اوريدي على اليوتيوب ولازم يبقوا ناتيف ما يبقوش من نفس اللغة بتاعتك لان هم يعني ما فيش حاجة في اللغة بتاعتنا ولا اي حاجة. بس الناس اللي بتبقى محضرة بالعربي معظمهم مش بيبقوا ناتيف مش بيبقوا مثلا كرياتيف كتير فبيبقى عادي. انما انت لو نقلت بالعربي زي ما هم عاملين يعني مش تبقى ايه ملفتة قوي. انما لو جبت واحد ناتيف امريكان شرح الدرس ده بطريقة معينة انت بتشوف كذا فيديو تختار المناسب ليك يعني ما تجبرش نفسك على حاجة معينة لا اختار الحاجة السهلة مناسبة ليك وبسرعة سريعة يعني ما تبقاش كتير قوي لان هما اوريدي في الغالب مش هيستنوا لما تخلص لغاية اخر حاجة الايفالويشن او الاكسرسايز. هما بيشوفوا اول 5 minutes او 10 minutes شوفوا الاكسن بتاعتك الوقفة بتاعتك inside the classroom هتعرف ان انت تسيطر عليهم ولا لا كل الكلام ده. بعد كده بيقولوا لك thank you وبعد كده بيكلموك لو انت اتقبلت هيقولوا لك هتكلم المانجر لو ما اتقبلتش هيقول لك ايه we will call you back later thank you. دي معروفة لو قال لك هنكلمك يبقى انت خلاص كده project. طيب اخر حاجة يعني before the listing don't think about your mistakes يعني ما تفكرش في المستيكس اللي انت هتعملها غلط جوه الايه الديمو بتاعك. يعني لو انت هتعمل ديمو غلط او هتعمل سوري حاجات فيها spelling mistake او غلط لقيت نفسك غلطت على البورد كمل عادي اتس اوكي مش مشكله مش مشكله كمل. حاول انت تقول ايه ده دي فعلا طلعت غلط وانا اللي كاتبه على البورد ده غلط. يعني دي ممكن حاجه ان انت تخليها سمارت يعني غلطات بتاعتك خليها تبقى سمارت ما تخليهاش تبقى ايه ستوبيد. يعني لو لقيت ان انت كتبت حاجه كلمه غلط او غلطت كتبت سبيلنج ميستيك رونج ولا حاجه تقول لهم بقى وانت اكتشفت كده بعد ما خلصت كتابه ما تبينش ان انت عملت ده كده غلط. لا انت تقول لهم ايه هو في كده ده كده صح اللي على البورد ده. في ناس طبعا تقول لك لا طبعا ويقولوا بقى الحل. فاوريدي انت حليت الغلطه بتاعتك بطريقه كرياتيف جدا هما يقولوا ايه ده واو ده كمان بيعمل غلطات على السبورد وبيحلها مع الكيدز وكده. دي طريقه من الاستراتيجيات. فحاول ان انت اول ما تغلط تحول الغلط بتاعك دي لطريقه يعني ملفته خليها جاست كرياتيف هما هيحبوها مش هيقولوا ان انت غلط. اوكي طيب اخر حاجه acting like you know everything يعني acting like you know everything حاول ان انت تعرف تقلد يعني او تبين لهم ان انت عارف كل حاجه حتى لو انت مش عارف اي حاجه بس على الاقل تبقى واثق trust in yourself وعارف الدرس ده كويس وقلد الشخص ده كويس انت عارفه فاوريدي هتبقى باين ان انت عارف كل حاجه and so on. طب انا بالنسبه لي انا ببقى جايبه معايا الدفتر النوت دي طريقه الدرس بتاعتي وتحديدي انا حاجة خاصة بيه يعني كل واحد ليه طريقة تحضير بتبقى خاصة بيه. فأنا بكتب الإكزامبلز هنا أول حاجة مثلا هتكلم عن الفيوتشر سيمبل وصدقني الطرق دي صدقوني يعني الطرق دي لما بدخل بيها في أي مدرسة already ببقى got accepted على طول ما باخدش وقت كان كتير إن أنا هما يقولوا لي لا أنت rejected ولا أي حاجة. فإكزامبلز تكتب الإكزامبلز البوزيتيف والنيجاتيف والكويشن أنت بتكتب لهم اتنين حاجتين من كل حاجة وبعد كده بتكتب هنا قسمت السبوره 3 يعني مثلا انا هنا عملها 2 عشان ما عنديش يعني وقت ما عنديش مكان. فهنا بتكتب بقى اللي هي التايم التايم لاين ده هما بيحبوه انت بتكتبه في ثالث قسم تايم لاين لازم تكتب التايم لاين ده هنا وتكتب الاكزامبلز اللي هي الاولانيه وبعد كده تشرح اللي هي البوزيتيف نيجاتيف والكويستشن. اوكي بتكتب بقى الثلاث طرق دي بالديفينيشن بتاعهم بالاكزامبل على حسب التنس اللي انت هتشرحه وهنا بتكتب الاكسرسايز والايه ولو في حاجه زياده شرح رسومات عايز تكتبها تكتبها هنا بس وشكرا. انا اي هوب ذات يو جت يو نو ساتسفاي باي ذا ليسن ان انت عرفت تحضر حاجه واستفدت بحاجه وشكرا. سبسكرايب لايك ولو عايزين اي حاجه تسالوها اباوت ذا ديمو جست اسك ان ذا كومنت بيلو او اكتب التعليق بتاعك عن اي حاجه ام جوينج تو انسر يو وانا هرد عليك. اوكي سو Like, subscribe. Thank you. See you later.